أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر في هذه الأيام التي تشرب فيها أعناق الإعلاميين إلى متابعة الانتخابات الأمريكية، والجدل قائم أيهم ترامب أم بايدن. أحببت هنا في أن أبدأ الكلام هذا لأنه فعلا هذا هو الواقع اليوم المرير الذي تعيشه أمتنا عموما، ونحن جزء من هذه الأمة في السودان. بلغنا درجة من الهوان والضعف أن الناس ينتظرون من هو السيد الجديد الذي سيسكن البيت الأبيض، هذا السيد الذي سيقود العالم كما يقولون يعني. لذلك جعلت العنوان هو هذا، يعني بايدن أم ترامب، يبتغون عندهم العزة. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الآية التي استشهدت بها في العنوان، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول هؤلاء أهل النفاق ومن ضعف إيمانهم الذين يلتمسون العزة عند الكافرين، هل يظنون أن هؤلاء سيعزونهم؟ كلا، لأن العزة معقدها الله سبحانه وتعالى الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. وإذا كان الملك جزءا من هذه العزة أو نزعها من تلك الذلة، فإن الله جمع بينهم فقال عز وجل: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه عقيدة المؤمن وعقيدة المسلم، أن عزته في الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون، لأنهم لا يؤمنون بهذه الحقيقة الربانية. للأسف اليوم دول المسلمين، الدول الكرتونية هذه ترتب أوضاعها على حسب ما سيكون من موقع السيد الجديد. هل سيتناغمون مع تطلعات الديمقراطيين إذا فاز بايدن، أو يستمرون في تلبية رغبات ونزق ونهم ترامب؟ هذا هو الجدل الذي يدور الآن في أروقة السياسة في منطقتنا بلا استثناء تقريباً. كلهم يرتب أوراقه ويستعد للفرضيتين. وطبعا للأسف أن الدول التي عندها ما عندها من المال وعندها ما عندها من الإمكانيات أيضا ترتب أوضاعها على هذا الأساس، من السيد الجديد الذي سيدفع له المال وستدفع له الجزية ولأتباعه ولحاشيته ولموظفيه هكذا. يعني ما هي المشروعات التي تروق في برنامج السيد الجديد؟ ماذا يريد؟ هذا هو الواقع المرير الذي نعيشه أمة الملياري مسلم. يعني لو كانت المسألة دي عند الأوروبيين الآن، الاتحاد الأوروبي اللي هو مندوبهم او وزير الخارجيه الفرنسي يتكلم عن انه اوروبا يجب ان لا تكون عاله على امريكا، لو كانت مصر عندها القوم ما ناسى على هذا، لانه يعني هؤلاء من بعضهم اولياء بعض. لكن ان يكون هذا هو حال المسلمين اليوم، معظم القنوات الاعلاميه الاخباريه المحليه والعالميه التي تنطلق من بلاد المسلمين شغلها الشاغل على مدار الساعة هو الانتخابات الأمريكية. الانتخابات الأمريكية أنستنا أخبار سوريا، أخبار إفريقيا، أخبار تركستان الشرقية، أخبار المسلمين، الأخبار التي تهمنا، أخبار السودان و
ما في السودان من إشكاليات نتحدث عنها. ده على الصعيد الإقليمي الآن، وعلى الصعيد صعيد دول المسلمين عموما، أنهم يرتقبون أي الرئيسين أو أي المرشحين هو الذي يفوز. لماذا؟ لأنهم يظنون أنه لا حيلة لهم، وأن الواقع السياسي كما يقولون، والواقع الاقتصادي العالمي اليوم هو في يد أمريكا، وبالتالي هم يعني لا بد أن يعني يتعاملوا مع هذا الواقع بتلبية رغبات هذا السيد أو ذاك السيد، دون النظر في مستقبل الأجيال والأمة. ما هو طريق العزة وطريق التمكين لهذه الأمة؟ طريق القوة. طبعا طريق القوة والعزة والتمكين لهذه الأمة في كلمتين بس، كلمتين، في كلمتين: توحيد الله والاتحاد والتوحد. توحيد الله عز وجل، اللجوء إلى الله، والاستمساك بدين الله عز وجل، ومن استمسك بالله لا يضيعه الله، وسيجد العزة التي ينشدها عند الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إن هذه المسألة أيضا هي كذلك اليوم يعني في أروقة السياسة السودانية، الحديث الدائر اليوم لدى السياسيين ولدى الأحزاب السياسية أيضا ولدى الحكومة الحالية، كيف سيرتبون أوراقهم أو ستكون أوضاعهم بعد السيد الجديد في البيت الأبيض، خاصة إذا عرفنا أنه الحكومة هذه حكومة قوى الحرية والتغيير الفاشلة الفاسدة، يعني هي تريد من ينقذها من ورطتها، لذلك أيضا فهم ينشدون نوع تغيير يمكنهم هذا التغيير من انتشالهم من الحفرة التي هم فيها. على كل هذا هو الواقع اليوم، وهذا الواقع لا يتغير، لن يتغير إلا بأن نغير أحوالنا وأنفسنا، لأن القوة والمنع لأي أمة والحضارة لأي شعب ولأي في أي فترة من الفترات، هذه المسألة تعود إلى إرادتها الأمة، هذه الأمة أي أمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. هذه سنة الله عز وجل، لا يمكن أن يتغير حالنا بمجرد الأمنيات ولا التطلعات، أن يتغير حالنا إلى العزة والكرامة والقوة والمنعة من دون عمل. فلا بد إذن من عمل، هذا العمل يكون على الصعيد السياسي، على الصعيد التربوي الإيماني الأخلاقي، من أجل أن تستعيد الأمة أخلاقها مبادئها. لا يمكن للأمة أن تستعيد عزتها من دون استعادتها لعقيدتها وأخلاقها، فبالأخلاق فبالعقيدة والأخلاق نستطيع فعلا أن نستعيد عزتنا ومكانتنا. فهذه الأمة مبشرة بالسناء والرفعة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة. وكذلك يعني الأمر بالنسبة لمردودات هذا الضعف، يعني في المعركة بيننا الآن وبين فرنسا، بين المسلمين اليوم وبين فرنسا، فرنسا ماكرون اليوم، الشعوب بما تستطيع تقوم بمسألة المقاطعة، وقام كثير من العلماء بدورهم رغم التضييقات التي سمعتم عنها لبعض العلماء في منعهم أو في تحذيرهم من مسألة إعلان المقاطعة والترويج للمقاطعة البضائع الفرنسية. لكن رغم ذلك الصوت العالي الآن في هذه الشعوب المقاطعة، وهذا أمر جيد، ورأينا أثر هذه المقاطعة في يعني تراجعات ماكرون
نحو الحديث عن أنه لم يقصد الإسلام وإنما قصد الإسلاموية إلى غير ذلك من هذا يعني الحديث الذي طبعا لا يروج إلا على الأغبياء، أما على أهل الإسلام وعلى من على كل ذي عقل وعين يعلم أن هذا الكلام لا يغني عنه شيئا، يعني لا يغني عنه شيئا، يعني وهي محاولة باردة لامتصاص غضبة المسلمين. فالرجل لم يعتذر عن فعلته وعن فتحه الباب وعن إغرائه وعن تحريضه في وقفته لتأبين أو للحديث عن المدرس الذي ذبح، فإنه تحدث عن أن هذا المدرس كان يقدم القيم الفرنسية وأنه يعلم طلابه معنى الحرية، هكذا بكل صفاقة ووقاحة يتحدث عن أن الحديث والتطاول عن النبي عليه الصلاة والسلام هي الحرية وهو الحرية. على كل لم يصل المسلمون إلى هذا الكلام، ومن طلع على الكثير الحمد لله، ولا تزال المقاطعة مستمرة. وطبعا المقاطعة دي يعني في حتى المنتجات البسيطة التي يعني لدى الـ 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 يعني في خيارات لنا، حتى نحن عندنا في السودان يعني في خيارات بسيطة طبعا المنتجات الفرنسية، لكن يبقى لو كان هنالك أصلا إرادة حقيقية في يعني على المستوى السياسي، هنالك ذهب يعني مقدر يخرج من السودان إلى البنوك الفرنسية، سواء عبر الشركات الفرنسية التي تنقب عن الذهب أو التي تأخذ الذهب من فترات طويلة حتى من وقت الإنقاذ، أو عبر الشركات الوسيطة التي يعني تبيع الذهب مباشرة إلى الشركات الفرنسية. لكن للأسف ما في إرادة سياسية، بل أصلا ما كان هنالك وقفة أو كلمة حتى يعني لدى الحكومة يعني للحديث عن تطاول فرنسا على الإسلام وعلى نبي الإسلام، وكيف وأن لهم أن يتحدثوا على يعني تطاول أولئك على الإسلام وهم ينتهكون حرمة الإسلام بسنهم للتشريعات التي تخالف الشريعة الإسلامية. هذا يعني بالنسبة للحديث العام عن الشغل الذي يشغل الناس الآن في الانتخابات الأمريكية والترقب. نحن لا نبتغي العزة إلا من الله، ولا ينبغي أن تلتفت القلوب في عزة المؤمنين والمسلمين إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لهذه الأمة أن تنفك من يعني هذه الهيمنة الإمبريالية الأمريكية يعني ونهبها لثرواتنا والبلطجة التي تقوم بها أمريكا في أوطاننا، إلا من خلال الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون ونصحح البوصلة. البوصلة ينبغي أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، عند ذلك يعزنا الله عز وجل. في بعض المواضيع اللي ممكن أشير إليها فيما يحدث الآن في السودان، أولا الحديث عن قضية فساد لجنة التمكين. لجنة التمكين ليست بعيدة في فسادها عن الفساد الذي أسكم الأنوف بالنسبة للحديث عن نادر العبيد وزيرو فساد. فكل من يعلم العلاقة بين زيرو فساد ولجنة التمكين يعلم تماما أن هنالك تبادل أدوار، وأن هنالك يعني والفساد الذي في لجنة التمكين ربما هو أضعاف الفساد الذي يعني انكشف وانفضح عن طريق نادر العبيد. هذه اللجنة اللي تسمى لجنة إزالة التمكين لجنة جاءت من أجل المصالح الخاصة، فهذه اللجنة ألغت تصريح منظمات خيرية فقط من أجل أن تنهب عرباتها وسياراتها ومقارها وما يمكن أن
يعني ما خف حمله مما يمكن أن يصادر لحساب هذه الأفراد، هذه اللجنة أو بعض أفراد هذه اللجنة. هذه اللجنة ما جاءت بعدالة حقيقية، وإنما جاءت أولا يعني للانتقام العام من كل من له توجه يعني حقيقي في الدعوة إلى الإسلام وفي مناصرة الإسلام وفي التصدي للمشروع، مشروع العلمنة القهرية القسرية التي يريدها هؤلاء. هؤلاء ما جاءوا بالأمناء من أهل الوطن الذين نعلم الكثير الكثير منهم ولله الحمد، ولكنهم جعلوا على رأس هذه اللجنة من تسيل لعابهم على ما في أيدي الآخرين بأي شكل من الأشكال. أقول مرة أخرى، وذكرنا هذه المسألة مرات، إن هذه اللجنة يجب أن تحل، ويجب أن يقدم أفرادها من الطالعين في الفساد إلى محاكم، إلى قضاء عادل، لأن هؤلاء يعني يجب أن يحاسبوا، فهم جاءوا باسم العدالة التي نشأت في هذه الثورة وأحدثوا كل هذا الفساد. اليوم الناس ذي هم اللي بيغطوا على نادر العبيد، وهم الذين الآن يلتفون من أجل تبرئة ساحة نادر العبيد وغيره. ده بالإضافة إلى ما تفعله هذه اللجنة من يعني الاستهداف للمعارضين السياسيين، وكلنا يعلم يعني اعتقال الدكتور محمد الجزوري إلى الآن، ويعلم اعتقال يعني العدد من منسوبي وأفراد تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، وعلى رأسهم مدير التنفيذي الأستاذ جمعة عريس، ويعلمون أيضا أنه رئيس الحشد الشعبي الأستاذ معمر موسى. اللجنة دي هي التي زجت بهؤلاء في السجون من غير محاكمات، وتعتقلهم هذا الاعتقال التعسفي. وهذه اللجنة هي التي تتآمر مع النائب العام لإبقاء هؤلاء في السجون. فبالتالي إذن ما في مجال للحديث عن بقاء هذه اللجنة. كل إنسان شريف وكل سياسي صادق لا يملك إلا أن يقول بحل هذه اللجنة يعني وتقديم المتورطين في الفساد إلى المحاكمات العادلة. مسألة ثانية ونقطة ثانية اللي هي مسألة قضية المجلس التشريعي. المجلس التشريعي الصراع اليوم الآن الدائرة الآن ما بين المجلس العسكري والشق العسكري وقحط في قضية المجلس التشريعي، والجلبة الموجودة الآن والكلام الدائر ما بين الحكومة وما بين لجان المقاومة يدلك على أنه القصة دي هي المقصود منها المحاصصة ليس إلا، يعني كل يريد أن يأتي برجاله أو بناسه في هذا المجلس التشريعي. ونحن طبعا ضد أصلا يعني تكوين هذا المجلس التشريعي بهذا الشكل حسب نص الوثيقة الدستورية التي جعلت محاصصة ما بين أو التي أعطت 67% من مقاعد هذا المجلس لحكومة قحط الفاشلة الآن. طبعا ولذلك الأصل أنه يكون هناك انتخابات هي التي تأتي بمجلس تشريعي منتخب، هذا هو الصحيح يعني. أما يكون هناك مجلس معين من قبل هذه الأحزاب، فمعنى ذلك أن هذه الأحزاب ستمرر من خلال هذا المجلس التشريعي ما تريدها أو ما تريد هذه الأحزاب، وما يريده أيضا المجلس العسكري الآن أو البرهان وحميدتي من تمرير موضوع التطبيع، لأنه زي ما قال حميدتي في لقائه مع الإذاعة الصهيونية إنه هو على ثقة أن المجلس التشريعي القادم سيمرر اتفاقية التطبيع. طبعا هذا لا يمكن أن يكون بهذا الجزم إلا في حالة واحدة، أن يأتوا بالمنخنقة والمتردية والنطيحة
فيجعلونهم في هذا المجلس على أنه هم يمثلوا السودان وإرادة السودان، ويمرروا ما يريدون من مشروعات، في ذلك أيضا ما في ذلك مشروعات تطبيع. هذا المجلس التشريعي ليس يعني ليس مجلسا تشريعيا قانونيا على الحقيقة، وإنما هو امتداد للثورة المسروقة وتجميل صورة الحكومة، أنه كثر الضغط على هذه الحكومة في أنها قامت بتشريعات وأمضت اتفاقيات من غير خلفية تشريعية، فهم الآن عايزين مكياج لإصلاح يعني هذا الوجه البائس، وجه هذه الحكومة البائسة الفاشلة، يريدون تجميل صورتها عن طريق هذا المجلس التشريعي المعين. فنحن ضد هذا المجلس التشريعي المعين، وندعو الشعب السوداني إلى عدم تمرير هذا المجلس والوقوف ضد هذا المجلس. ويعني في نهاية المطاف لا يمكن لحق أن يضيع وراءه من يطلبه، ونحن نقول إنه الشعب السوداني نعم هو الآن مغلوب على أمره بسبب الضائقات التي يعيشها الناس الآن، مهمومين، كل واحد مهموم بعيشه وبحلحلة مشاكله ومشاكل أسرته، ولكن هذا لا يمنع الشعب السوداني أن ينتفض من جديد لإطاحة بهذا النظام الذي ما سامنا إلا البؤس والفقر والذلة والمهانة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج القريب لنا في السودان خاصة ولأمة الإسلام عامة، وأن يرزقنا وإياكم الاعتزاز بالدين واللجوء إلى الله رب العالمين، وأن لا يميتنا إلا وقد أعز وقد أقر أعيننا بنصر قريب حميد مجيد لهذه الأمة، وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله ببعيد. فإنا نؤمن ونوقن بأن العاقبة للمتقين، كما قال ربنا ووعد لما قال موسى عليه السلام: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أيضا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين. أسأل الله جل جلاله أن يرفع عنا البأساء والضراء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينزل علينا رحمة من عنده يجمع بها شملنا ويلوم بها شعثنا ويصرف بها عنا كل سوء، إنه سميع قريب حميد مجيد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.